كابتن اسامه زي ما قال الكابتن علاء، هي الرياضه فوز وهزيمه، ويعني بنقول احيانا مبروك للكسبان وهارد لك للخسران، ولكن هذا زي ما قلت للكابتن علاء هذا لا يقلل ابدا 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 من حجم الانجازات اللي عملوها رجاله النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا بدايه مبروك لنادي الزمالك فوزه ببطوله الدوري العام السنه دي، لكن وهارد لك لنا في الخساره الوحيده للبطوله السنه دي، لكن مبروك مبروك بشكل كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، للجهاز الفني، للاعبين، ان هم حصدوا كل البطولات اللي دخلوا فيها السنه دي باستثناء بطوله، وده بيحصل في تاريخنا كله طبيعي، احنا بقى لنا 6 سنين بناخد دوري عام، وياما يعني خسرنا بعض البطولات، لكن مجمل الـ النادي في تاريخه هو اللي بيكسب اكتر بمسافه بينه وبين اي منافس ليه، سواء في مصر او في افريقيا. فكونك تاخد بطولتين افريقيا، تاخد سوبر افريقي، تاخد سوبر المصري، تاخد كاس مصر، كل ده في وقت صغير، ده لا يعني خسارتك للدوري لا تقلل من هذا الانجاز الكبير. انت ما بتلعبش لوحدك، لازم الناس تفهم كده. احيانا بتحصل ظروف، سواء بعض الاخطاء منك او بعض الاخطاء الاخرى اللي بتبقى خارج اراده النادي يعني والجهاز الفني واللاعبين، بيحصل في العالم كله، ده موجود. فموسم طيب جدا لفرقه النادي الاهلي، وانا اعتقد اللقطه اللي جه كابتن محمود الخطيب فيها ومجتمع باللاعبين بعد المباراه في ارض الملعب، انا متاكد انه بيقول لهم كده. يعني بيقول لهم اكيد هارد لك على بطوله الدوري، لكن انتوا ما قصرتوش، انتوا خدتوا كل البطولات اللي دخلتوا فيها. انا يعني ده فكروا في اللي جاي، لان الحياه مستمره. انا اعتقد ان هو كان تقريبا بيقول لهم نفس الكلام اللي احنا بنقوله، دعم نفسي، وانتوا عملتوا موسم هايل وحققتوا انجازات كبيره قوي، خلاص بصوا بقى للي جاي. اكيد هو بيقول لهم، ولسه خلي بالك الموسم لسه ما انتهاش. طبعا زي ما قال الكابتن شريف، لسه عندك كاس مصر، وعندك كاس سوبر من السنه اللي فاتت، مظبوط، وعندك سوبر افريقي، مظبوط. فهو اكيد بيقول لهم كده، يعني هارد لك وبص اللي جاي، لان الحياه مستمره والبطولات مستمره والنادي مستمر والبطولات مستمره، مفيش حاجه هتقف. يعني صح، مش مجرد خساره بطوله في وسط 6 7 بطولات لا انك تعني نهايه. طبعا فهم عملوا موسم كبير وتعبوا فيه، ومبروك ليهم الموسم، وهارد لك هذه البطوله.